بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فإذا كان عامة الإعلام العميل والصحف السوداء والأقلام المأجورة المسمومة قد أجمعوا أمرهم وأتوا صفا ووقفوا اليوم في خندق واحد محاولين زلزلة أصول الإيمان وثوابت التوحيد، وذلك بتصحيح ملل الكفر وتصويب عقيدة الآخر. فإذا كان هذا هو التوجه العام لهؤلاء ولتلك الشرذمة المخذولة والثلة النكراء، فإذا كان هذا شأنهم وتوجههم، فإنا عباد الله نسبح عكس التيار، ولا نركب الموجة، موجة الكفر والزندقة والضلال والإضلال، بل نتحصن بحصن الإسلام ونركب سفينة التوحيد التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، ونصدع بما ندين لله عز وجل به، ونجأر بكلمة الحق، وأسوتنا في ذلك ربعي بن عامر رضي الله عنه يوم أن قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وأن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. باكورة هذا البيان وطليعة هذا الموسوم السماوي، طليعة هذا المرسوم السماوي، هو ما ذكره الله عز وجل في ثنايا ثنائه على الكمل من عباده، حيث قال جل جلاله: وتقدست أسماؤه في وصفهم ومدحه لهم وثنائه عليهم، والذين لا يشهدون الزور وأزور الزور وأبطل الباطل، ادعاء أن لله عز وجل شريكا وزعم الربوبية لعيسى عليه السلام، أو أن عيسى هو الله
أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وكل ذلك يعتقده النصارى ويدينون به. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لامسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نحن معاشر المسلمين نعتقد في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله ورسوله، وهذا هو طريق النجاة في الأولى والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نحن معاشر المسلمين نشهد أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن ولدا لله جل وعلا، فسبحانه عز وجل وحاشاه أن يتخذ ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. حاشاه سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، بل عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهذه عباد الله هي كلمة النجاة وشهادة التوحيد والحصن الحصين الذي ينبغي أن يأوي إليه العالمين. نحن نشهد كذلك إن كان القوم يشهدون أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن رسولا لله جل وعلا، وأن الله عز وجل اتخذه ولدا، فنحن نكفر بذلك كفرا بواحا ونعلنها صريحة مدوية أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث القدسي شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياي فزعمه أنني اتخذت ولدا وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي الحديث كذلك لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فتبا ثم تبا ثم تبا لشيوخ الضلالة وعلماء السوء
وباعت العقيدة وخونت الملة وأصحاب الأقلام المشؤومة والأصوات المنكرة الذين يريدون أن يدلسوا على الناس ويلبسوا عليهم دينهم ويخلطوا عليهم عقيدتهم. وهذا إن كان قد استبسطه هؤلاء تلك الجريمة النكراء، الزعم أن لله عز وجل ولدا، إن كان هؤلاء الرعاع قد استبسطوه واستخفوا به وجأروا ونطقوا وصدعوا وسمموا الدنيا به، فإن الجبال والسماوات والأرض وعامة هذه الجمادات الجامدة قد استنكرت ذلك، كما بين الله عز وجل ذلك بقوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نحن كذلك عباد الله معاشر المسلمين نكفر بتلك العقائد الخاربة التي عليها القوم، كصكوك الغفران وكراسي الاعتراف وعصمة الباباوات والتعميد والتثليث والعشاء الرباني، فضلا عن الذبيحة الإلهية، فضلا عن الرهبانية التي ابتدعوها والتي ما كتبها الله عز وجل عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فضلا عن عقيدة الصلب والفداء والتي يسمونها بالذبيحة الإلهية، والتي يزعمون أن سببها أن البشر قد ورثوا خطيئة آدم عليه السلام، وكان ولا بد لتلك الخطيئة من كفارة، فكانت الكفارة صلب عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد كذبهم الله عز وجل في ذلك بقوله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. في هذا اليوم العظيم يتبرأ عيسى عليه الصلاة والسلام من عابديه، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. نحن معاشر المسلمين نشهد كذلك أن الله عز وجل خلق عيسى من أم بلا أب، تماما كما خلق آدم
من غير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نشهد كذلك نحن معاشر المسلمين أن كلمة التوحيد هي أول كلمة نطق بها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك يوم أن أشارت أمه إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يرجع العباد إلى ربهم ليفصل بينهم ويجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كلمة التوحيد هذه التي نطق بها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي شعار أنبياء الله ورسله، سيما إبراهيم الذي نتواصل مع عبير سيرته وشذا قصته، والذي يتمسح ويتمحك به المغضوب عليهم والضالون. وليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكذلك كان عيسى عليه الصلاة والسلام وأتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. عباد الله، إذا كان دون خرط القتاد أي مستحيلا أن تجد إنجيلا صافيا تماما كما أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، محال أن تجد إنجيلا صافيا على وجه الأرض. ومع ذلك ورغم التحريف والتبديل إلا أن أدلة التوحيد ما زالت تنطق بها كتبهم. ومن ذلك أنه مكتوب عندهم إلى يوم الناس هذا أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الوصايا هي أول الكل، فقال عيسى عليه الصلاة والسلام كما هو مكتوب: الرب إلى هنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. وفي إنجيل يوحنا إلى ساعتنا هذه مكتوب كذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام جعل يناجي ربه جل وعلا قائلا: ما نصه
إن الحياة الحقيقية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي، وأن عيسى وأن يسوع هو عبدك ورسولك الذي أرسلته. وهذا تماما كما نحن نقول ونشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله. وفي إنجيل متى أن الشيطان لما قال لعيسى عليه الصلاة والسلام أسجد لي وأعطيك جميع ممالك الأرض، فقال له عيسى صلى الله عليه وسلم: اخسأ يا شيطان، فإنه مكتوب للرب إلهك فاسجد وإياه وحده فاعبد. مما نالته أيد التحريف كذلك عند القوم أنهم كذبوا برسالة خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وقد توعدهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وتفصيل ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: إني إذا ذهبت أتاكم الفاركليت أو الباركليت، أي كثير الحمد أي أحمد، فزوروا ذلك ظلما وبهتانا وحولوها وبدلوها إلى المعزي، فكذبهم الله عز وجل وفضحهم بقوله: وإذ قال الله وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وهذا الرسول العظيم الذي أرسله الله عز وجل إلى العالمين بالهدى ودين الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكيف لا وهو مكتوب مسطر عندهم في كتبهم. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ذكرنا آنفا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر أرضا يذكر فيها القيراط، فإن فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. فإذا كان بيننا وبين القوم ذمة أو رحما أو معاملة أو جوارا أو مواطنة كما يسمون، فإن آكد حقوق القوم علينا وأعظم ما نسديه إليهم من معروف أن نستنقذهم من عذاب الخلد ومن شقاء الأبد، وذلك بدعوتهم إلى واحة التوحيد وإلى جنة الخلد وإلى رضوان الله جل وعلا. فهذا أعظم ما يمكن أن ننفع به القوم، ونحن متى فعلنا ذلك عباد الله كنا أرحم بهم من هؤلاء الذين يجاملونهم ويداهنونهم بالباطل. ولله در القائل: لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. هناك عباد الله خطوط حمراء ينبغي أن تراعى في التعامل مع هؤلاء، فمن جملة ذلك أن الله عز وجل شرع لنا البيع والشراء والإجارة معهم، وإن كان المسلم أولى بكل خير. يجوز كذلك عيادة مريضهم، فقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي ثم دعاه إلى الإسلام قائلا: أسلم. فقال الغلام اليهودي، بل نظر الغلام اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه: أسلم. فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم وفاضت روحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يجوز كذلك تعزيتهم دون شهود جنائزهم أو الترحم على موتاهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يجوز كذلك إهداؤهم وقبول هديتهم طالما كان ذلك بعيدا عن طقوسهم وأعيادهم، ولم يجر ولم يورط في موالاتهم ومداهنتهم. يجوز كذلك رد السلام عليهم دون بدئهم بالسلام، ففي الحديث: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. أما ما يحرم معهم فيحرم غشهم وظلمهم وخداعهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يحرم كذلك الثناء عليهم ومدحهم والإشادة بتقنيتهم مع غض الطرف عن كفرهم وشركهم وباطلهم وعقائدهم الخربة. يحرم كذلك في جملة ما يحرم
أن نطاوعهم أو نتابعهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يحرم كذلك التشبه بهم والركون إليهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يحرم كذلك توليهم من دون المؤمنين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أولي قربى من بعد ما يا أيها الذين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. كانت هذه عباد الله رؤوس أقلام في عقيدتنا في عيسى عليه الصلاة والسلام، وجملة من النصائح التي نزديها لجيراننا من النصارى عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أنفع الناس للناس وأرحم الناس بالناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولم يبقى إلا آية في كتاب الله عز وجل نختم بها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها حظا. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظاهرنا، وأصلح ظاهرنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.